السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا محمود طارق محمود من مشروع سمارت ريتش شير. هتكلم النهارده بسرعه كده. انا كان دوري في المشروع ان احنا كنت جزء من تيم، كنت انا وباشمهندس عبد الرحمن مجدي، كنا ماسكين مايكرو كنترولر اي في ار، كنا احنا اللي مسؤولين عن برمجته. المشروع عباره عن روس دوت بياخد داتا من سنسورز وبعدين يبدا يعمل مابنج، وعلى اساس المابنج ديت يقدر يعمل باس بلاننج وازاي هيقدر يتحرك اوتوماتيكلي لاي مكان هو متعرف عليه. يعني احنا قررنا ان احنا نخلي نشيل حمل من عليها شويه ونرميه على مايكرو كنترول منفصل، واخترنا الاي في ار لاسباب هشرحها عشان نخف من عليه اللود. الاي في ار دلوقتي مهمته ان هو يجمع يقرا 6 التراسونيك موجودين على محيط الروبوت، ويقرا قرايه جويستيك اللي هي فايده قدام، وكان يشغل ام بي يو ويعمل كوميونيكيشن ما بينه وما بين الروس. تمام. للاي في ار، الاي في ار موجود بوفره، متاح ان احنا نشتريه من اي مكان، الريسورسز بتاعته متوفره، وكمان الكومبايلر بتاعه فور فري، بينزل مع الاي دي اوفيشالي من عند من المانيفاكتشر، اسمه اتمل ستوديو، وبيستعمل سي. الكومبايلر نزل سي سي بلس بلس، استعملنا مع كده برنامج بروتوس فيرجن 8.9 للسيميوليشن. زي ما قلت الاستراكشر بتاعت المشروع هو ان الاي في ار هيجمع داتا ويبعتها للروس على اساس ان هو الروس يعمل عليها البروسيس بتاعته. الكونكشن بين كان في اردوينو برضو، الاردوينو دوت هو اللي هيتحكم في المطير، بس ده مش كان تبع جزء يعني. الاي في ار برضو هتواصل معاه لان كان المفروض في تواصل بينهم على سكول كمان شويه. بالنسبه للكوميونيكيشن، فكان في اكتر من كوميونيكيشن متاح في الاي في ار، من زي الاي تو سي واليو ار تو الاس بي اي، ودول متاحين بلتن في الشيب، بس احنا قررنا ان هو التواصل ما بين الاي في ار والروس بيتم عن طريق الاردوينو اولا. فالتواصل بين الاي في ار والاردوينو سهل ان انا اعمل اي حاجه من الحاجات ديت، بس التواصل بين الاردوينو والروس كان مكتبه اسمها روس سيريال، دي بتستعمل سيريال كوميونيكيشن وغالبا يو ارت. فاحنا قلنا خلاص نوحد الكوميونيكيشن بروتوكول عشان نخف على الشغل الديباجنج، بدل ما الديباج اكتر من بروتوكول يبقى بروتوكول واحد. اخترنا اليو ارت عشان هو المتاح. روس سيريال دي مكتبه في الاردوينو، هي اللي بقى بتبعت اي نيكول ايرت بتاعت الاردوينو او الاي في ار بتبعتها للروس. اليو ارت هو عباره عن كوميونيكيشن بروتوكول اسينكرونس، ما فيهوش كلوك. ده فيه مشكله صغيره ان هو بيعمل اوفر هيد للداتا، بحيث ان هو يحط باريتي بت وستارت واند بت وكده. باي دايركشنال الفا يعني اعرف اشتغل عليه رايح جاي فول دوبلكس يعني. تمام. واكبر ميزه ان هو متاح في كل اجهزه، يعني انا بستعمل اليو ارت قدرت ان اتواصل بين الاي في ار والاردوينو، وكمان اوصل الاي في ار لللاب عشان اعمل ديباجنج. وبالنسبه للديباجنج اليو ارت كان مناسب جدا للديباجنج، وبعد كده قدام اليو ارت في الديباجنج كان متاح جدا ان انا اوصله على اي تيرمينال وابدا، لان في الامبيدد الكود بيبقى محطوط محروق على الشيب، فمفيش حاجه اقدر اطبع عليها الران تايم ايرور. فاحنا عاملين كاستم ميد مسجز بنبعها عن طريق اليو ارت، بنوصلها اي تيرمينال واليو ارت صاف كده، لانه متاح في معظم الاجهزه الريليتد يعني. بالنسبه اللي حصلت مشكله في اليو ارت البود ريت، لان طلع ان هو بيتاثر في بيرسنتج ايرور بتحصل كل ما يعني هي تتاثر بالبود ريت اللي انا عامله اليو ارت والفريكوانسي بتاعت الشيب. الفريكوانسي باي ديفولت هي 1 ميجا هرتز لو انت ما غلطتهاش بكريستال، فدوت بيخلي عندي رينج محدود مذكور في الداتا شيت ان هو ما ينفعش اعدي ال 4800، والا الايرور هيزيد من 2% لحد 7.5%، وكل ما يعدي ده يزيد لحد ما يوصل 84%. فدي كانت مشكله واجهتني جدا، لان 9600 في السيميليشن بيضيع الكاركترز ما بيبعتهاش، والكاركترز الثانيه بيبعتها مشوهه وبيعمل شيفتات غريبه، انها في لما جينا جربناها هاردوير ما اشتغلش اصلا، ما طلعش ريال. فيعني بعد ما دورنا في الداتا شيت كده عرفنا ان هو مش ينفع تعدي 4800، احنا 2400. كمان دي كنت بشرح فيها فانكشن اليو ارت اصلا بيبعت سترينجات اسكي، حروف اسكي. فلو انا عايز ابعت، بما ان اصلا الموضوع كله انا ببعت قرايات سنسورز، فعايز فاليوز، فممكن ابعتها مش عارف ابعت مالتي ديجيت فاليوز، يعني حسب حاجه زي مثلا 1128 مش عارف ابعتها، هيقرا ان هو اسكي وهيبوظ فيها. عشان كده دي فانكشن صغيره كده، بحسب ببعت الداتا بكاركتر ان دوت، بحط فيه عدد الديجيتس عن طريق الاف ال سي اف ال سي اف كده، بحد منها في كام ديجيت، وكده اصلا الانتجر اخره 32000 وحاجه، فهم 5 ديجيت اخره يعني. فبتحسب الديجيت ديت، وبعدين تبدا تحط تعمل مصفوفه من عدد ان اللي هو عدد ديجيت اللي هو 5 في الحاله دي، وبعدين تبدا تقسم الديجيتس بتاعت الانتجر على كل 5 مصفوفه دي، وابدا ابعتها واحده واحده بالاسكي. بس في طريقه ثانيه احنا استعملناها كانت احسن، اللي هي ان انا احول القرايات اصلا لسترنجات، وبعدين لما استقبلها الناحيه الثانيه ارجع احولها الانتجر، ودي كانت افضل يعني. ده بالنسبه لليو ارت مالوش حاجه محدده، بس هو بيأثر على بقيه الدرايفرات. فاحنا نبدا الشغل بقى من الجويستيك. الجويستيك كان مهم لان كود
الروبوت عشان يبدا يعمل مابينج وباس بلاننج لازم يعني مثلا يلف على المحيط ويبدا الكاميرا الكنكت احنا عاملينها تبدا تاخد رياتها، فمش هيعرف يتحرك اصلا غير لما يتحرك قبل كده يكون اتحرك في الحاجات ديت وشافها. فهنا دور الجويستيك ان هو اولا لو عايز اتحرك في مكان جديد انا لسه ما شفتوش عشان اقدر اخد منه رياتها واعمل مابينج كده، او لو انا عايز اروح مكان انا اصلا مش عامل له تسجيل مش انريجسترد عندي في الداتا، او لو قدر الله حصل اي مشكله فاليوزر لو حصل اي مشكله في السيستم اليوزر مش هيقف عاجز يقدر يتحرك اندبندنتلي. وعشان كده احنا عاملين كوميونيكيشن بين الاي في ار والاردوينو منفصل عشان الجويستيك بتوصل بالاردوينو على المواتير على طول، مش بتستاذن الراس. حصلت مشكله في السيميليشن بروتوس فيرجن 8.9 واعلى، يعني في تسجيل هذا الفيديو كان في 8.12 دلوقتي، بس برضو عندنا نفس المشكله ان مفيش موديل للجويستيك. من الداتا شيت بتاعت الجويستيك عرفنا ان الجويستيك عباره اصلا عن اثنين بوتنشيومتر محطوطين عموديين على بعض. بيستعمل قراءه البوتنشيومتر ديت اقدر احدد فيها اذا كان انا بشاور على انهي اتجاه او محرك الجويستيك في انهي جهه. فيعني انا عملت حاجه يعني شبيهه بيه، وهي يعني خدت الحاجات اللي فيه وحطيتها يعني عملت سكيما شبهه، حاطط اثنين جويستيك والسويتش زي اللي فيه وبوصل بجراوند في سي سي عشان حكي الموديل على قد ما اقدر. في هنا جويستيك انترفيس، ودي كود انا عامله من الداتا شيت بتاعت الجويستيك، ان هو لو انت مسنطره بيبقى 512، كل بوتنشيومتر اصلا بيقرا من 0 لحد 1024 وفي السنتر 512. باستعمال كده انا اقدر اقرا يعني باستعمال قيمه الاثنين بوتنشيومتر اقدر اعرف انا بشاور فين. هو دي محاكاه الجويستيك، وده تيرمينال بعرض عليه قرايات للديباجنج. الزرار ده يحاكي ان الروس بعت لي امر عن طريق الاردوينو ان هو عايز قرايات الجويستيك دلوقتي، او الاردوينو عايز قرايات الجويستيك، الروس مش بيبعت الجويستيك كده. هو الاثنين متسنترين، فهو دلوقتي هيبعت لي ان هو الجويستيك زي ما هو باين كده ان هو في السنتر، بيشاور على السنتر مش عامل حاجه. ده الواي لو جيت حركت فيه طلعته فوق مثلا وجيت سالته هيقول ان هو بيشاور على النورث. في فانكشن برده موجوده هنا بس مش حاطينها في تطبيق عملي، ان هو يقدر يجيب الاتجاهات الفرعيه. دي طبعا سترينجات بس انا اقدر ابعت لها فاليو يعني لو احتاجناها، بس احنا مش احتاجناها. بالنسبه للتنشيومتر انا قريها ب ADC والاي في ار في بيلت ان انالوج ديجيتال كونفرتر، سهل الموضوع ده جدا. هو عباره عن لو اوريه لكم برده في السيميليشن، هو بيبقى عباره عن بورت A 580 ميجا 32، بورت A كله عباره عن شانلز ل ADC واحده، ممكن اوصل بيها اكتر من سنسور بس هقرا واحد بس في المره وبعدين ابدا اعمل بينهم سويتش. فانا مستعمل شانل 1 و2 عشان اقرا الاثنين بوتنشيومتر. الجزء الثاني اللي اشتغلت فيه كان الالتراسونيك سنسور، و الالتراسونيك سنسور احنا مستعملينه عشان يغطي البلايند سبوتس، يعني ده الاساس بتاعه ان هو يغطي البلايند سبوتس بتاعت الكاميرا عشان وانا بتحرك ما اخبطش في اي اوبستكل الكاميرا مش شايفاه ليس من الاسباب يعني. فاحنا حاطين 6 الالتراسونيك على اطراف الجهاز الكرسي. الالتراسونيك ليه 4 بنات في سي سي وجراوند معروفين، انما التريجر والايكو هم دول شغال عليهم. التريجر دوت بياخد بصايه عرضها على الاقل 10 مايكرو ثانيه، ال 10 مايكرو ثانيه دول بيبداوا يخلوا الالتراسونيك يبعت ويف ترددها 40 كيلو هرتز، وبعدين الويف دي لما بتاخد في اوبجكت بتروح مردوها تاني في ريسيفر. الريسيفر دوت اول ما بيبدا يستقبل الويف دي بيبدا يطلع لي على بنات الايكو بصايه عرضها يتناسب مع المده بتاعه من ساعه ما بعت لساعه ما استقبل. المشكله هنا ان هو بيستنى لحد ما توصل وبعدين ترجع وبعدين يبدا يطلع البصائر ديت اللي انا لسه هقراها وهبدا احدد ان انا اعمل حساباتي وبعدين اعرف هو ماشي قد ايه. دي كانت مشكله كبيره لان احنا عاملين 6 وفي حاله ان الكرسي بيتحرك بسرعه نسبيه زياده مثلا، يعني لو اتحرك بسرعه شويه الاليات مش هتبدا مش هتعرف تكيب اب وز التغيرات الموجوده قدامها. فيعني عشان ابعت واستنى كل واحد ده كان عامل مشكله. فيعني انا حاولت اكتر من محاوله ان انا اسرع الموضوع دوت، يعني انا كنت بفكر ان ابعت كان في طريقه ان هو ان انا اعمل لوب اللوب دي تستنى، ده انا دي بدايتي خالص بس فشلت. اللوب دي تستنى لحد ما يعني بعد ما ابعت بستنى في لوب لحد ما ابدا احس ان في اي قرايه من بنات الايكو، بعد كده ببدا اروح حاسب الويتس بتاع البلس اللي جاي لي من الايكو وبعدين منها هبدا احسب الديستنس. بس دي كانت ميزتها ان انا اقدر استعملها على اي بن. الطريقه الثانيه ان انا استعمل الانتربت، ان انا اعمل انتربت يبدا يلقط قرايه الايكو بحيث ان انا ما استناش واكمل في اي حاجه بعملها، سواء ببعت قرايات او بقرا حاجات ثانيه او بقرا اتصالات ثانيين اصلا. الانتربت ده عمل مشكله حقيقيه. فباشمهندس عبد الرحمن مجدي كان شغال معايا في موضوع الالتراسونيك وهو اللي اقترح ان احنا نستعمل اي سي يو، ودي فانكشناليتي موجوده في الاي في ار بتساعدني في ان انا احسب ويتس بلس معينه جايه على بن معين. ليها اكتر مشاكل بس احنا حليناها. الاي سي يو هو بيبقى عباره عن بنايه دي 6، يعني في البورت دي البنايه 6، وحده الاي سي يو متوصله بالتايمر 1 وهبدا اتكلم عليه كمان شويه.
بس مشكلة ان في بنات اي سي يو واحده بس واحنا عندنا 6 التراسونيك بس. دي كان ياسر اللي احنا بنتعامل معاها باننا نستعمل الماتبلكس. الورس ان احنا هنتكلم على التايمر الاف ار 80 ميجا 32 بالذات لانه بيختلف من فاميلي لفاميلي. في 3 تايمر، تايمر 0 تايمر 1 تايمر 2. تايمر 1 هو 16 بت تايمر ده اللي احنا مستعملينه، تايمر 0 تايمر 2 دول 8 بت. تايمر 1 ال 16 بت فيه فانكشناليتي اكتر من تايمر 0 تايمر 2 من الفانكشناليتي دي. الاي سي يو هو اللي بيبدا يلقط ان في رايزنج ايدج على البنات الاي سي يو، وبعدين يبدا يحسب لي الرايزنج ايدج دي لحد ما يوصل للفولينج ايدج. طبعا الكلام ده اوتوماتيك باي ثيوري بقى، بس انا يعني اعمله كونفيجريشن في الكود. لو بالنسبه للتايمر يعني انا كنت عايز اتكلم على الانترفيس بتاعته. 16 بت دول يقدروا يشيلوا 2 اس 16 ناقص 1 يعني 50000 حاجه تكايه. بيتاثر بكل تكايه بتحصل على حسب الكلوك بتاعتي، واحنا قلنا باي ديفولت ان الاي في ار فيه 1 ميجا هرتز يعني بيعمل تكايه كل مايكرو ثانيه، يعني ال 16 بت بتوع التايمر 1 بيتملوا في 50 ملي ثانيه. عشان ابدا احسب بيهم قيم اكبر من كده، فانا اي في ار متاح لي انتربت داخلي اللي هو لما كل ما يحصل اوفر فلو في التايمر ريجستر اقدر يجي لي انتربت الموضوع ده وهندله. فانا بعمل متغير اسمه تايمر اوفر فلو. كل ما يحصل اوفر فلو في التايمر اروح مصفر التايمر وابدا اعدي من اول وجديد وعامل انكريمنت للمتغير ده. المسافه اللي بيقراها الالتراسونيك بتبقى عباره عن سرعه الصوت في الوقت اللي انا عديته بس على 2 لانه رايح وجاي معروفه. سرعة الصوت معروفة برضو، فأنا بحاولها بس هنا من سنتيمتر لثانية، من متر ثانية لسنتيمتر ثانية. بضربها في قيمة التايمر، بس التايمر هنا بالمايكرو ثانية، فأنا بضرب قيمة التايمر ديت في 10 أس سالب 6. وبعدين بعمل حساباتي عشان بظبط في الداتا يعني. بس هنا بتحصل مشكلة، المشكلة إن إحنا بنتكلم في، لو أنا بتكلم في مثلا ثانية فأنا بتكلم في مليون، يعني قيمة التايمر فاليو هتبقى مليون في الكود. فانا عشان اعمل الحسابات دي في الكود فده بيستهلك وقت لان الريسورس بتاعت الاي في ار ليميتد يعني في الاول وفي الاخر. فهنا المشكله ان كان مش هينفع اعمل الحسابات دي كل مره، فهنا انا قررت شفت ان الاحسن يعني ان انا اعمل الحسابات ديت بره واعملها هارد كودد. بس هنا في 2 تريد اوف، لو غيرت البلوك بتاعت الشيب وصلت كريستال او حاجه هضطر اعمل حساب من الاول والجديد. التريد اوف الثانيه ودي اللي عملت مشكله شويه ودي اللي كانت محتاجه تونينج، وانا عملت تونج عادي ما اقدر يعني، ان الايات الالتراسونيك فيها نسبه خطا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندنا دول 6 التراسونيك عايز اقول لكم بس، فعشان يعني اسهل واحنا في التيرمينال نشوف ايه اعمل ايه. فانا حاطط قيمه كل واحد بعدد يعني ده رقم 1 قياس 10 ده رقم 2 قياس 20 30 40 50 60 تمام. هنا الزرار دوت بيحاكي ان في امر جاي من الروس ان هو عايز الايات الالتراسونيك كده. يعني هنا مثلا قريت دم الاي في ار الاردوينو طلب الايات جويستيك بروح بعتها له، الروس طلب ايات التراسونيك بروح بعت له الست. التراسونيك رقم 0 بعد 10 1 انا بعت رقم 0 1 بعد 20 2 بعد 30 3 بعد 40 او النسبه عشان الرقم بقى اللي هو بعد العشريه اللي هو 12 من 130 من 100 وكده 79 دول بسبب اخطاء في الارقام العشريه. انا حاولت اعمل تونج قد ما اقدر يعني دي يعني في 60 بيبدا يظهر بقى اللي هو ايه من 60 ل 60 وهي نسبه خطا مقبوله مقارنه يعني بالمتاح. بس كده شكرا، ده كان الجزء بتاعي. والسلام عليكم.